بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم في موضوع الفيديو في بعض الموضوعات اللي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من إعجاز علمي بينكره المنصرون وموقع الكنيسة وبيشككوا فيه وبيطالبوا بالإثبات العلمي للأحاديث ديت. وأول موضوع زي ما احنا شايفين في موقع الكنيسة بيكذب فيه أو بيشكك فيه أو بيسخر منه هو إن الإسلام أحل شرب بول البعير. الإسلام أحل شرب بول البعير ودوت بحديث صحيح ورد في صحيح مسلم. والحديث بيحكي قصة أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. فالحديث بيذكر قصة إن أناسا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم بعض المرض من جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نصحهم وقال: إن شئتم أن تخرجوا، ولم يكن الأمر يعني على سبيل الجزم لكن هو على سبيل التأخير، إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ويقول الحديث إنهم فعلوا وصحوا، ولكن طبعا المنصرين والنصارى بصفة عامة يقول لك إحنا ما شفناهمش صحوا، وبيطالبوا بالحقيقة العلمية أو الإثبات العلمي لموضوع شرب بول البعير. لكن قبل ما نثبت او نذكر الحقيقه العلميه لهذا الامر، احنا يعني لينا وقفه مع الكلمه اللي ذكرت في موقع الكنيسه بان الاسلام احل شرب بول البعير، بسؤال يعني هل شرب البول حرام؟ يعني هل شرب البول اصلا كان محرم سواء مثلا كان في الاسلام او في غير الاسلام؟ والاجابه بتيجي طبعا من الكتاب المقدس في سفر اشعياء الإصحاح 36 العدد 12: فقال ربشاكي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم؟ يعني رجالة قاعدة على السور، تقريبا كانت في فقرة السيرك، بيأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم. مش بس يعني شرب البول، لا ده كمان أكل العذرة. ويوضح ان النص كان جميل جدا وقوي جدا لدرجة ان الكتاب المقدس اعاد نفس القصة تاني من باب ان التكرار بيعلم الشطار في سفر الملوك التاني والاصحاح 18 في العدد 27: فقال لهم ربشاقي: هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لاتكلم بهذا الكلام؟ اليس الى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا ايضا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ يعني حفلة شرب بول جماعي مذكورة في الكتاب المقدس. لكن النقطة اللي عايزين نوضحها أو نأكد عليها قبل ما نبدأ إن شاء الله في ذكر الإثباتات العلمية اللي بتثبت صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو إن شرب بول البعير المذكور في الحديث هو كان على سبيل التأخير وليس على سبيل الأمر. ودوت بالطبع احنا يعني ملاحظ ومعروف ان الانسان في حالة المرض ممكن يتناول اشياء يأنف او يجزع ان هو يشربها او يتناولها بأي شكل من الاشكال، او حتى مرهم يدهن على الجلد او غير ذلك. يعني في حالة المرض بيختلف الامر عن حالة الصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشرب البول بصفة عامة او بصفة مستمرة يعني، لكن هو كان في حالة خاصة واستثنائية وكان على سبيل التخيير، ان شئت ان تفعل وان شئت الا تفعل. وبنبدأ عرض الحقائق بموقع ويكيبيديا اللي بيتكلم في الصفحة الخاصة بالعلاج ببول الإبل، وبيقول إن هناك عدة أبحاث علمية تشير إلى إمكانية استخدام بول الإبل كعلاج، كما يستخدم بول أنثى الخيل الحامل في دواء بريمارين لعلاج عدة أمراض. وفي علاج اسمه بريمارين أقراص، ده موجود في الصيدليات، ده بيستخدم لعدة حالات من اضطرابات هرمونية عند النساء. طبعا محدش يعرف ان ده من البول ولا حاجه، وهو بيستعمل مفيش اي مشكله. وبيذكر الموقع الاستخدام بتاع بول البعير، بيقول: ان تفيد الابحاث ان العلاج ببول الابل مفيد في مجال منع تساقط الشعر ومعالجه بعض انواع السرطان وامراض الكبد والطحال. وده الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعد شريح الاحاديث ان ما اصاب القوم اللي اتوا من عرينة الى النبي صلى الله عليه وسلم كان اصابهم داء في الكبد او في الطحال من جو المدينه، فلما امرهم ان يخرجوا يشربوا من ابوال والبان الابل ففعلوا وصحوا. وبيكمل الموقع بالابحاث اللي تمت باسماء اللي قاموا بيها والحقائق العلميه اللي اثبتت فيها.
وبيذكر حتى الجوائز اللي اتاخدت على هذه الابحاث، وان في بعض شهادات التقدير وميداليات اتاخدت مثلا زي شهاده تقدير من معرض الاختراعات الدولي الذي عقد في العاصمه السويسريه جنيف، وفي براءات اختراع تم تسجيلها في 53 دوله اوروبيه وامريكيه والصين والخليج. يعني الاختراعات اللي حصلت وبراءات الاختراع والشهادات تم الحصول عليها على مستوى العالم، ولم ينكر احد، بل الموضوع ثابت اكتر من كده. احنا بس بدأنا بموسوعة الويكيبيديا، لكن هنجيب طبعا مواقع علمية مثبت فيها الموضوع دوت والابحاث ديت. وده اول موقع بنعرضه بيتكلم على الحقيقة العلمية من استخدامات الطبية لبول الجمل كامل يورين اند اتس يوز ان ميديسين. هو بيعرض بعض الابحاث اللي تمت في جامعة اردنية، لكن طبعا احنا بحاول انا على نفسي اتجنب الكلام من مصادر يكون ليها علاقة بالاسلام، يعني يكون مسلمة او عربية. ده موقع امريكي عمل ابحاث على استعمال الجمل مع مركب اسمه سايكلو فوسفامايد. السايكلو فوسفامايد هو مركب موجود في بعض الادوية زي الاندوكسان اللي موجود قدامنا دوت او السايتوكسان. دي ادوية بتستعمل لعلاج الاورام والامراض السرطانية، بتأثر على الخلايا السرطانية عشان تعمل لها تثبيط. هو بيتكلم على استعمال بول الابل مع المركب دوت، ونشوف ايه الفايدة بتاعته وايه الاستفادة منه. فبيتكلم على الافكت اوف كامل يورين اون ذا سيتولوجيكال اند بايوكيميكال تشينجز انديوسد باي سايكلوفوسفامايد ان مايس اتعملت في الفار. وبيقول ان لقوا ان استعمال بول الجمل مع السايكلوفوسفامايد، بالاضافة ان هو بيحسن او بيقوي من تاثير السايكلوفوسفامايد على الخلايا السرطانيه، بيجيب نتيجه افضل. لان كمان بول الابل عن طريق تثبيط بعض الانزيمات والاحماض اللي بتنتج من الكبد بيقلل الاعراض الجانبيه اللي ممكن تنتج من استعمال السايكلوفوسفامايد. احنا عارفين ان العلاج الكيماوي بيبقى ليه اعراض جانبيه مش كويسه، فاستعمال بول الجمل بيقلل من السيتوتوكسيسيتي او التاثير على الخلايا والبايوكيميكال تشينجز، تغيرات الحيويه الكيميائيه اللي ممكن تحصل نتيجه استعمال السايكلوفوسفامايد. ودي احد فوائد بول الابل كعلاج مساعد لاحتوائه على بعض مضادات الاكسده ومنشطات الخلايا ومثبطات بعض الانزيمات اللي ممكن بتنتج في الكبد ويكون لها اضرار واعراض جانبيه. وزي ما احنا شايفين الموقع دوت بيكلمنا على ان في علاج جديد نيو تريتمنت فور كانسر للسرطان يوزنج كاملز ميلك اند يورين. وده يعني التركيبه اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، استخدام البول والبان الابل المجتمعه بتتشرب لعلاج السرطانات او الاورام او المشاكل اللي بتبقى موجوده في الكبد بصفه عامه. وده احنا كده ذكرنا الاختصاص عن بول الابل. هنشوف بقى الكلام اللي جاي ممكن يكون فيه مفاجاه شويه لبعض الناس. وبنبدا برضو بموسوعه الويكيبيديا اللي بتكلمنا على ان دلوقتي في فرع كامل في الطب او فرع جديد في الطب اسمه يورين ثيرابي، العلاج بالبول. ودوت ان الترناتيف ميديسينز تيرم يورين ثيرابي اولس يورو ثيرابي او يورينو ثيرابي او يوروباثي. كل دي اسماء للفرع الجديد في الطب البديل، هو الالترناتيف ميديسين، هو العلاج بالبول. طبعا ده يمكن كان الناس ممكن كتير تستبعد حاجه زي كده وتفاجئ بيها، لكن زي ما احنا شايفين مواقع علميه بتتكلم على اليورين ثيرابي او العلاج بالبول، وبتتكلم ان ده مش بس ان هو علاج عادي، لا ده ممكن يكون حاجة بتنقذ حياة مريض بعد أن يعجز الطب في إيجاد يعني علاج أو شفاء للمريض المصاب ببعض الأمراض. والموقع اللي قدامنا بيتكلم على البول على إن هو اكتشاف في القرن العشرين، يعني إن الأطباء والأبحاث الطبية اكتشفوا بالأبحاث والتجارب والتحاليل إن البول هو مصدر يعني من المصادر الحيوية جدا. يورين is an enormous source of vital nutrients, vitamins, hormones, enzymes, and critical antibodies that cannot be duplicated or derived from any other source. يعني البول بيحتوي على بعض الأشياء الحيوية أو المغذيات الحيوية والفيتامينات والهرمونات والإنزيمات وبعض المضادات الحيوية اللي مش ممكن تكون موجودة في أي مصدر تاني او في اي مكان تاني. وبيكمل زي يوز يورين، الاطباء اللي اكتشفوا الحاجات كده بيبداوا يستعملوا البول فور هيلينج كانسر، هارت ديزيزز، اليرجيز، اوتو اميون ديزيزز، دايابيتس، ازمه، انفيرتيليتي، انفيكشنز، ووندز، اند اون اند اون.
يعني بيستعملوه في زي ما احنا شايفين اغراض كتير جدا، بداوا يستعملوه في شفاء السرطان، في امراض الكبد، في الحساسيه، في امراض المناعه، في السكر، في الازمه اللي هي مشاكل الصدر يعني، في الانفيرتيليتي عدم الخصوبه، في الانفكشن بعد الاصابات بالعدوى wounds and on and on، وفي الجروح والمزيد والمزيد. كل دي استعمالات للبول، والموقع اللي قدامنا دوت بيذكرها هي صراحة. هو بيتكلم برضو على اليورين ثيرابي، العلاج بالبول. بيقول يورين ثيرابي كان بي a very effective healing modality sometimes when all else fails يورين ثيرابي will turn a person around. يعني لما بيفشل الآخرون، لما بتفشل الأدوية التانية، البول بيبقى علاج فعال جدا في شفاء بعض الأمراض. وبيكمل طبعا في الموقع دوت بيقول ايه الأسباب اللي بتخلي البول ليه هذه الصفة وبينجح حيث يفشل الآخرون. وده موقع تاني برضو بيتكلم على العلاج ببول الإبل، أو استخدام البول معذرة يعني بصفة عامة، هو اليورين ثيرابي كعلاج. وبيقول ان اليورين ثيرابي refers to one of several uses of urine to prevent or cure sickness, to enhance beauty, or to cleanse one's bowels. يعني هو بيستعمل كعلاج في شفاء الأمراض، كمان بيحسن الجمال يعني أو الصحة بصفة عامة، وكمنظف ومطهر للأمعاء. دي بعض الاستخدامات اللي بيستخدم فيها البول بصفة عامة. في الموقع دوت اللي هو اسمه Complete Guide Urine Therapy، اللي هو الدليل الكامل للعلاج بالبول، بيذكر حقائق يمكن زي ما قلنا هتبقى غريبة شوية. ان لما هنقرأ التفاصيل بتاعتها هنلاقي ان البول عند الانسان السليم اللي ما عندوش اي اصابات او عدوى في المسالك البولية، البول هيبقى افضل من المياه اللي بتنزل من الحنفية، لان المياه اللي بتنزل من الحنفية بيكون فيها بعض الملوثات وفيها البكتيريا وفيها فطريات وما الى ذلك. البول لا، البول المفروض في الحالة الطبيعية ان البول بينزل سترايل معقم، ما فيهوش اي ميكروب، خالي من اي ميكروب او ملوث. بالإضافة إن البول زي ما شفنا في أحد الصور السابقة بيحتوي على نيوتريشنز اللي هي المغذيات، وفي فيتامينات وهرمونات ومضادات حيوية ومضادات للأكسدة. يعني حاجة وصلت بالموقع دوت إنه بيهتم بشرب البول، لدرجة إن هو بينصح إن يكون في مداومة على شرب البول على الريق، أو على الأقل تحط نقطتين من البول على كوباية المية قبل ما تشربها. طبعا لو الناس لما تسمع الكلام ده كده هتستغرب، وممكن البعض يجزع يعني او يقرف، لكن دي حقائق علميه مثبته يعني، لكن سبق بها الاسلام ب 1400 سنه. طبعا احنا بنتكلم بقى الاسلام قالها بصوره اختياريه في حاله المرض، مش بصوره يعني دوريه او بصوره مداومه زي ما بتذكر المواقع دوت، او الموقع دوت يعني تحديدا بيذكر ان شرب البول بصوره يعني مستمره او منتظمه بيحافظ على نشاط الجسم وعلى حيويته وعلى جماله. وبينصح بالموضوع ده، وبيذكر بعض القصص اللي فعلا حصل فيها ان البول انقذ ناس من الموت ومن المرض، بالاضافه طبعا لشرح التفاصيل تكوين البول ايه وايه اللي بيخليه بيتميز بالميزات ديت. لكن احنا مش هنستفيض يعني في الموضوع، لكن دي اثباتات من العلاج بالبول ومن شرب البول ذكرناها علشان خاطر اي مشكك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نصح بيه بشرب البول في حاله المرض يعلم علم اليقين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأن كل كلامه هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. وبننتقل لموضوع تاني يعني لحد ما لي بعض العلاقة أو الشبه بالموضوع الأول. والموضوع التاني اللي بذكره موقع الكنيسة طبعا من باب التشكيك أو من باب السخرية أيا كان، يعني هو موضوع حديث الذبابة. بيتساءل موقع الكنيسة هل حديث الذبابة صحيح علميا؟ والحديث هو حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ده الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بينصح فيه أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، تغمس الذبابة كلها
ثم ليطرح وبعدين يطلعها ويشيلها، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، صلى الله عليه وسلم. ولا بد من إيضاح شيء قبل الخوض في الحقائق العلمية الخاصة بحديث الذبابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث في شبه الجزيرة العربية، وهي بيئة فقيرة مائيا، لدرجة أنهم كانوا بيشتروا الماء بالمال، وكانوا بيخزنوا الماء في من الأمطار في انتظار من موسم إلى موسم أو من فترة إلى فترة. فلما واحد يكون مخزن المية بتاعته اللي هيقدر يعني يعتمد عليها خلال مدة معينة جاية لحد ما يجي موسم الأمطار الجديد، فإذا سقط فيه الذباب لابد من حل، ما كانش هينفع يرقي الماء دوت ويرميه. وده حاصل حتى في وقتنا الحالي، كان نجد عند بعض الناس من الفقر، والحديث مش خاص بالماء، الحديث خاص بسقوط الذباب في الإناء بصفة عامة أيا كان السائل اللي فيه. ممكن تلاقي فقير ما بيقدرش يجيب اللحمة غير مرة في الشهر ولا مرة كل كام شهر، فلما يعمل شوية لحمة يعمل شوية شوربة إذا سقطت فيه الذبابة، هتأنف نفس الإنسان إن هو يشربها، لكن الفقر والحاجة والعوز ممكن تخليه يضطر إن هو يشرب منها، هيشيل الذبابة يرميها وهشرب منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم حل لمشكلة حاصلة، هي ندرة الشيء أو نقصانه، وفي نفس الوقت اضطرارك لشربه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إن أنت تصطاد دبانة من الجو وتغمسها في شرابك قبل ما تشربها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم حل لمشكلة هي وجدت بالفعل، إنه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماذا يصنع؟ هيرمي الإناء، هتأنف نفسه إن هو يشرب وهيرميه، فبها ونعمت، خلاص مفيش مشكلة. لكن لو أنت مضطر إن أنت تشرب ماء في الإناء ومحتاجه، ويعني إيه مش ممكن تقدر تستغنى عنه، تعمل إيه؟ يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لك الحل، أن تغمس الذباب كله. وليه تغمس الذباب كله؟ ده اللي هنشوفه بقى في البحث اللي إن شاء الله هنكمل فيه. تغمس الذباب كله ثم تطرحه ثم تشرب ماء في الإناء، وإن شاء الله هنعرف ليه دوت نصح به النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أقول حقيقة علمية بنسبتها هو fungal infection of flies. fungal infection of flies زي ما احنا شايفين الصورة، إن الذبابة بتكون مصابة ببعض الفطريات، والإصابة الفطرية للذبابة ديت بتكون عن طريق فطر. الفطر دوت بينمو على الخلايا الدهنية اللي تبقى موجودة في بطن الذبابة، بيبقى عبارة عن خلايا دائرية بتنمو لحد ما توصل لطور التكاثر بتاعها، وتستطيل الخلايا ديت وتتجمع فيها الحبوب اللقاح اللي هو وسيلة التكاثر بتاعة الفطر، حتى يعجز الجدار الخلوي للفطر دوت من ان هو يتحمل ضغط حبوب اللقاح فينفجر زي ما احنا شايفين في الصورة، ويتناثر حبوب اللقاح، ودي بتكون وسيلة التكاثر للفطر ده. طيب ايه الفايدة او ايه المعلومة اللي هنوصل لها من ان في فطر بينمو على جسم الذبابة والفطر دوت بينفجر ويطلع منه حبوب اللقاح؟ الاول احنا طبعا بنثبت باكتر من موقع زي ما احنا شايفين موضوع ان الفطريات اللي بتنمو على جسم الذبابة واستخلاص الفطريات من على جسم الذبابة اللي هي الذبابة المنزلية بصفة عامة اللي هي بيتكلم عليها الهاوس فلاي اللي هي الاسم العلمي ليها موسكا دوماتيسكا، بينمو عليها مجموعة من الفطريات. وعلشان نعرف فائدة الفطريات ديت لازم يعني بنرجع كده بالتاريخ لورا عشان نتذكر فطر اسمه بنسيليوم نوتيتم. الفطر دوت كان اكتشف مجموعة من العلماء ان الاماكن اللي بينمو فيها الفطر دوت ما بتنموش فيها البكتيريا، يعني اول ما اكتشف كده كان عالم فرنسي اسمه لويس باستر، وبعد يجي عالم انجليزي اسمه ويليام روبرتس، لحد ما جه اخيرا عالم انجليزي اسمه سير الكسندر فليمنج، وقدر يستخلص مادة البنسلين من فطر بنسيليوم نوتيتم دوت. الفطر اللي احنا شايفينه اللي هو تحت في الصورة دي مستعمرة للفطر، اللي فوق اللي متشاور عليها ديت دي ستافيلوكوكا دوت نوع من انواع البكتيريا، نما على الاجار بليت او طبق الاجار دوت اللي هو ده وسط غذائي مناسب لنمو البكتيريا، لحد جه عند المكان اللي نما فيه الفطر احنا شايفين فيه زون كده نظيفة ومفيش فيها الميكروب، ما قدرش او البكتيريا ما قدرش تنمو فيها، ودوت نتيجة ان الفطر ذات نفسه هو البنسيليوم نوتيتم بيفرز مادة مضاد حيوي او مضادة للبكتيريا ديت بتقضي عليها، فما قدرتش البكتيريا ان هي تنمو في الزون دي. ودي كانت الملاحظة اللي قدر عن طريقها العالم الانجليزي الكسندر فليمنج ان هو يستخلص المضاد الحيوي المشهور اللي هو البنسلين، ولسه طبعا بيستعمل لحد دلوقتي، هو بيقول لنا هي شوت ذات if penicillin notatum were grown in the appropriate substrate
it would exude a substance، هتعمل تفرز او يطلع منها ماده with antibiotic properties. يعني الفطريات بيبقى ليها قدره على افراز بعض المواد اللي بيكون ليها تاثير مضاد للبكتيريا او مضاد حيوي، وده اللي استخلص منها البنسلين، وقدر يبقى ايه يعني يعتبر من المضادات الحيويه القويه اللي موجوده لحد دلوقتي واللي بتستخدم لحد الان. طيب ايه دخل الموضوع دوت بموضوع الذبابه بتاعنا؟ هو احنا اثبتنا طبعا وقلنا ان الذبابه بينمو عليها الفطريات، والفطريات ديت احنا بس حابين نوضح ان هي فعلا مش يعني مش شيء بنخترعه، ان هي مصدر من مصادر المضادات الحيويه في بعض الاحيان. ودوت اللي ثبت فعلا زي ما احنا شايفين فريق من ابحاث استرالي مش عربي يعني ولا مسلم، بدأ يدور ويكتشف انواع من المضادات الحيويه على جسم الذبابه. The surface of flies is the last place you would expect to find antibiotics. ان جسم الذبابه بدأ يكون فعلا يكتشف ان هو عليه مضاد حيوي، ودوت ناتج من بعض المشاهد ولا الخبرات. يعني على سبيل المثال يعني اللي ذكرت في الابحاث ديت ان هم اكتشفوا ان بعد في حاله الحروب او الكوارث الكبيره اللي بيكون فيها جرحى كتير وجروح عميقه، المرضى اللي بيتعرضوا لاماكن مفتوحه ويتعرضوا ان ممكن ذباب يسقط على الجروح بتاعتهم، معدل الشفاء بيكون اسرع للجروح من المرضى اللي بيكونوا موجودين داخل المستشفيات او في العنابر المغلقه واللي بيكون بيتوفر لهم فيها شيء من النظافه يعني ومنع دخول الذباب. فيعني ظنوا ان ممكن يكون الذباب ليه دور في شفاء الجروح ديت، وفعلا بالابحاث اكتشفوا ان جسم الذباب عليه مجموعه من المضادات الحيويه اللي بتقضي على البكتيريا وعلى وبتاكل او تلتهم الكرات الدم البيضاء او المواد الصديديه اللي بتبقى موجوده في الجروح، فبالتالي بتؤدي الى التئامها اكتر واسرع. ودوت اللي خلاهم بداوا يعملوا زي ما احنا شايفين the ointment in the fly antibiotics new antibiotic derived from a common fly. الذبابه العاديه اللي هي الذبابه المنزليه بدا يستخرج منها مضاد حيوي ويستخدم كمرهم في لالتئام الجروح والاصابات. وطبعا الناس ما تعرفش وهي بتستعمل المرهم دوت كده وخلاص. وده موقع تاني بيتكلم على الفلايز فور انتيبيوتيك، وان هي ممكن تستعمل كناتشورال سورس فور انتيبيوتيك. ده موقع تالت برضو عن طريق العلماء الاستراليين اللي بيعملوا بيستخدموا الذبابه كاستخراج المواد الحيوي منها. وده احد الوسائل، احنا اتكلمنا وجود الفطره على جسم الذبابه هو وسيله من الوسائل اللي بتخليه مصدر لمصادر المضاد الحيوي او الانتيبيوتيك اللي بيحمي الانسان او بيمنع نمو البكتيريا اللي بتبقى موجوده على جسم الذبابه من ان هي تنتشر في السائل اللي موجود. طيب ايه فايده ان احنا نغمس الذبابه في السائل؟ احنا قلنا ان الماده المضاده للبكتيريا او اللي هي ليها دور المضاد الحيوي بتكون موجوده داخل الخليه بتاعه الفطريات. علشان تخرج لازم الجدار الخلوي بتاع الفطر يتفتح، ودوت اللي بيحصل اثناء التزاوج لما بتنفجر الخليه عشان تخرج منها السبورز او تخرج منها اللي هي حبوب اللقاح. لكن لما تسقط الذبابه في السائل بتغميس الذبابه بالكامل داخل السائل، السائل بيدخل داخل خلية الفطر بخاصية اللي هي اسمها الأوزمولاريتي، أو إن المية بتنتقل من المكان الأقل في تركيز الأملاح إلى المكان اللي أعلى في التركيز. يعني المكان المخفف اللي بيبقى فيه المية تركيزها عالي اللي هو المخفف، بينتقل منه المية للمكان تاني اللي هو المركز، فبتدخل المية داخل الفطر. ولما تدخل ميه داخل الفطر بتبدا خليه الفطر بتنتفخ للدرجه اللي ما بتقدرش فيها جدار الخليه ان هو يستحمل هذا الانتفاخ، فينفجر جدار الخليه وبالتالي يخرج المضاد الحيوي الى السائل اللي سقطت فيه الذبابه، ويقوم بدوره كمضاد لنمو البكتيريا وكدوره كمضاد حيوي، فبالتالي يحمي الانسان اللي هيشرب الميه ديت من تاثير البكتيريا الضاره اللي ممكن تكون موجوده على جسم الذبابه. يبقى ايه المضاد الحيوي اللي خرج من الفطر دوت هو احد الوسائل اللي بيحمي بها الانسان نفسه من البكتيريا الضاره اللي ممكن تكون على جسم الذبابه اللي سقطت في السائل بتاعه. الابحاث العلميه بتقول لنا ان في حاجه تانية استخلصت من الذبابه المنزليه اللي هي الهاوس فلاي او المسكا دوميستيكا. الحاجه التانية ديت اسمها بكتيريوفاج. بكتيريوفاج استخلص من جسم الذبابه، ودي ابحاث اتنشرت علميا وقديمه يعني مش جديده. بتقول ان البكتيريوفاج اللي استخلص دوت
الخلاصه بتاعت الابحاث بتقول ان ده اكتف اجينست بكتيريوفاج، اكتف اجينست فور سبيشيز اوف بكتيريا واز فاوند ان اسولت سوليوشن اكستراكت اوف هاوس فلاي. البكتيريوفاج ده هي ماده استخلصت من الذبابه وليها تاثير مضاد للاربع انواع من بكتيريا موجوده في مستخلص للذبابه المنزليه. ودي حاجه. الحاجه الثانيه رقم 2 بيقول اجروس انهيبيشن برنسبل نوت بكتيريوفاج اكتف اجينست فور اذر سبيشيز اوف بكتيريا واز فاوند تو بي بريزنت ان ذا سيم اكستراكت. ان في نفس المستخلص دوت في ماده ثانيه غير البكتيريوفاج موجوده، واخدوا ان هي بتاثر على اربع انواع اخرى من البكتيريا غير البكتيريوفاج، يعني اللي موجوده في نفس المستخلص اللي استخلص من الذبابه المنزليه دوت اللي هو في محلول ملحي. وكان عملوا تجربه في رقم 3، عملوا تجربه ان هم يستخلصوا من الذبابه بعض انواع البكتيريوفاج ضد انواع معينه من البكتيريا، لكنهم فشلوا وجدوا ان الانواع دي هي بس تبقى موجوده بصوره طبيعيه على الذبابه. وده صوره البحث البي دي اف، وهنزل الرابط بتاعه في اخر الموضوع. وده يعني موقع امريكي هو مفيد جدا على فكره في خصوص ابحاث الخاصه بالذبابه ديت، بيتكلم برضو على استخلاص البكتيريوفاج من الذبابه. احنا هنوضح ايه هو بقى بكتيريوفاج بصوره اوضح. هو اسم بكتيريوفاج بينقسم الى قسمين، النص الاولاني اللي هو البكتيريو اللي جاي من كلمه طبعا بكتيريا، فاج معناها ملتهم او ملتقم، فهو ملتهم البكتيريا. هو تعريفه زي ما هو مذكور في الويكيبيديا في يعني في معظم الاماكن او المراجع العلميه، is any one of a number of viruses، هو نوع من الفيروسات. يعني البكتيريوفاج دوت هو عباره عن فيروس ذات انفكت بكتيريا، لكن بيصيب البكتيريا، هو فيروس بيصيب البكتيريا. بكتيريوفاج are among the most common biological entities on earth. The term is commonly used in its shortened form فاج، يعني ممكن بيسمى اختصارا بكلمة فاج، وهو نوع من الفيروسات بيصيب البكتيريا بيلتهمها أو بيقضي عليها وبيؤدي إلى موت البكتيريا. طب البكتيريوفاج ده بيعمل إزاي، أو إيه برضو فايدة غمس الذبابة في السائل لما بتسقط فيه، أو اللي هو بيخص يعني موضوع البكتيريوفاج دوت. اللي احنا شايفينه قدامنا دوت هو البكتيريوفاج زي ما احنا شايفينه كده بيسبح في وسط، وبعدين بيشبك في جسم البكتيريا ويغرز فيها عشان خاطر يفتح يعمل ثقب في جدار الخليه ويصب فيها الدي ان ايه بتاعه، وكده بتبقى الخليه ماتت خلاص. هو بيدخل على الدي ان ايه بتاع الخليه بيستعمله علشان خاطر يستنسخ الدي ان ايه بتاعه هو، لحد ما بيكون نوع من الفيروسات او يكون الفيروسات الجديده، وبعدين تنفجر البكتيريا وتموت. يبقى من اللي شفناه في الفيديو دوت بيوضح لنا ان لازم البكتيريوفاج والبكتيريا يكونوا موجودين في وسط واحد، يعني ما ينفعش البكتيريا في وسط والبكتيريوفاج في وسط، لازم يكونوا في وسط واحد يسمح للبكتيريوفاج انه يسبح ويتحرك، لان البكتيريوفاج ما بيتحركش، الفيروس ذات نفسه ما بيتحركش. ده زي حته مثلا الزلطه او الجماد، واللي فيه ده مش رجلين، اللي فيه دي مجرد زي مشابك عشان يشبك بيها ويمسك في جسم البكتيريا. فايه اللي هيسمح البكتيريا دلوقتي لو الذبابه سقطت في السائل، ايه اللي هيسمح للبكتيريوفاج ان هو يقدر يتحرك ويجيب البكتيريا اللي سقطت في السائل ديت ويقضي عليها ويموتها؟ هو ان احنا نغمس الذبابه كلها في السائل، فتقدر تاخد السائل ياخد البكتيريوفاج اللي بيبقى موجود على الجناح الاخر من الذبابه، ويتحرك البكتيريوفاج داخل السائل عشان يوصل للبكتيريا اللي سقطت في السائل من الذبابه، ويقدر يوصل لها ويمسكها ويقضي عليها زي ما شفنا في الفيلم. ودي الوسيله الثانيه اللي بغمس الذبابه في السائل بنقدر نوفرها للقضاء على البكتيريا والمواد الضاره اللي ممكن تكون نتجت من الذبابه في السائل دوت، سواء ميه او غيره. وفي وسيله كمان ثالثه اكتشفها العلماء موجوده في الذبابه ليها برضو دور كمضاد للبكتيريا او كمضاد حيوي، زي ما احنا قلنا في البحث اللي فات قال ان هو اكتشفوا بكتيريوفاج ليه تاثير مضاد للبكتيريا، وفي مواد تانية غير البكتيريوفاج ليها التاثير. اكتشفوا حاجه اسمها لايزوزوم، زي ما احنا شايفين في الصوره بيقول لنا ان اكتشفوا حاجه اسمها لايزوزوم فروم هاوس فلاي، او قدروا يستخلصوا حاجه اسمها لايزوزوم من الهاوس فلاي. والماده ديت ليها تأثير possible digestive function based on sequence and enzymatic properties، ليها تأثير هاضم مشابه لتأثير الإنزيمات الهاضمة. طب التأثير الهاضم دوت اللي بتستعمله اللايزوزوم دوره ايه، او الاستفادة منه بتكون ازاي؟
بنعرف الاول اللايزوزوم ايه هو عشان نبقى برضو فاهمين طبيعته. اللايزوزوم is an enzyme found in egg white, tears and other secretions. يبقى لازم اللايزوزوم بيبقى موجود في سوائل وفي افرازات، ما بيبقاش موجود في حالة يعني جافة، هو بيبقى موجود في السوائل. It is responsible for breaking down the polysaccharide walls of many kinds of bacteria and thus it provides some protection against infection. طب هو بيبقى موجود في السوائل وبيؤدي لكسر الجدران، جدار البكتيريا او جدار الخلايا البكتيريه اللي متكون من بولي ساكرايد او يعني عديد السكريات، وبالحاله ديت او بالطريقه ديت بيوفر حمايه ضد البكتيريا عن طريق زي ما قلنا كده كسر الجدار بتاع الخليه البكتيريه المكون من البولي ساكرايد، فبالتالي طبعا البكتيريا بتموت، ودي احد الوسائل اللي بتستعمل للحمايه من البكتيريا عن طريق اللايزوزوم. وده موقع تاني برضو بيتكلم على الليزوزوم وجايب لنا التعريف بتاعه اللي هو تقريبا نفس التعريف، اللي هو قال انزيم اوكيرنج ناتشرالي ان ايج وايت هيومن تيرز سلايفا اند اذر بودي فلويدز. احنا بس بنوضح ان هو لازم بيكون عشان يعمل يكون موجود في الفلويدز مش موجود في حاله جافه. كابابل اوف ديستروينج وولز اوف سيرتين بكتيريا اند ثيرباي اكتنج از ا مايلد انتيسيبتيك. بيستعمل كانتيسيبتيك او كمطهر، حاجة ليها يعني مضادة للبكتيريا ومفيدة يعني للقضاء عليها، لكن بيبقى موجود في صورة سائلة في السلايفا أو في السكريشنز أو في أي فلويد موجود في الجسم. فهو طبعا بيكون موجود في الذبابة لكن ما بيبقاش في الصورة السائلة ديت إلا إذا غمسنا الذبابة بما فيها من لايزوزوم في السائل، زي ما هنوضح في الفيلم دوت اللي بيتكلم على الميكانيزم بتاع طريقة عمل اللايزوزايم وازاي بيقدر يفتح او يكسر الوول بتاع البكتيريا. زي ما احنا شايفين اللابن دوت اللي هو المفروض دوت السيل وول بتاع البكتيريا اللي بيتكون من بولي ساكرايد، والاخضر دوت اللايزوزايم بيخش ويتفاعل معاه، السيل وول بيتكسر واللايزوزايم بيفضل زي ما هو علشان يدخل على سيل وول جديد ويكسره وهكذا. اللايزوزوم ما بيتغيرش، ما حصلش في اي تغيرات. ده السيل وول، والازرق دوت اللي هو الشكل السداسي دوت عباره عن مونو ساكرايد بيتجمعوا مع بعض كاتشين او سلسله من المونو ساكرايد عشان يكون سلسله البولي ساكرايد. دولت ذرتين سكر، يعني احنا كده بنخش في التفاعل داخل جدار الخليه عشان نشوف ازاي اللايزوزوم بيقدر يعمل العمليه بتاعت كسر جدار الخليه ديت. دوت مولكيول السكر حصل له زي سكويزنج كده عشان يغير يبقى يعني في الوضع المناسب للتفاعل اللي هيحصل مع اللايزوزوم. بيخش 2 مولكيول من اللايزوزوم، واحد من فوق اللي هو الجي ال يو 35 وواحد من تحت الاس بي 52. بيحصل التفاعل زي ما احنا شايفين. نبص على شكل المولكيول اللي داخل، ان لازم اللايزوزوم يخرج زي ما دخل. في مولكيول هيدروجين بيكسر التشين من فوق بيدخل عشان يكون الاو اتش، وبيدخل اللايزوزوم تحت مع ذرة الكربون اللي بتتفتح من نتيجة كسر الرابط. بعدين بيخش مولوكيول مية اللي هو ال H2O، ده بقى لازمة وجود السائل في الحالة زي ديت. بتخش OH ويخرج ال SB52 ويدخل مولوكيول هيدروجين فوق علشان يخرج ال GLU35 زي ما دخلوا بالظبط، ما حصلش فيهم أي تغيير. لكن زي ما احنا شايفين التشين بتاعة البوليساكرايد بتاعة البكتيريا اتكسرت واتفتحت الخلية، فبالتالي ده دور اللايزوزوم ان هو بيكسر جدار الخلية وبيؤدي الى موتها لكن في وجود السائل. وبكده احنا عرضنا 3 وسائل لوسائل الحماية اللي تبقى موجودة على جسم الذبابة ضد البكتيريا او العدوى اللي ممكن تكون موجودة فيها وتنقلها عن طريق سقوطها في السائل. هي المادة اللي بتفرز من الفطر او من داخل خلية الفطر وليها تأثير مضاد للبكتيريا او انتيبيوتيك، ولازم غمس الفطر الذبابة في السائل او في الإناء اللي سقطت فيه عشان تفرز هذه المادة. التانية هي البكتيريوفاج اللي هو الفيروس اللي بيصيب البكتيريا ويقضي عليها، وده برضو لازم ان هو يسقط او تغمس الذبابة في السائل عشان يقدر البكتيريوفاج يوصل للبكتيريا اللي سقطت في السائل في جناح الذبابة. الحاجة التالتة هي اللايزوزايم او اللي هو بيبقى ليه تأثير زي الإنزيم اللي بيحلل او بيكسر جدار الخليه بتاع البكتيريا وبيقضي عليها، وده لازم برضو موجود في الذبابه، لكن لازم تغمس الذبابه في السائل علشان خاطر اللايزوزايم يقدر يتفاعل معاها في وجود الماء ويكسر الجدار الخلوي بتاع البكتيريا وبالتالي برضو يقضي عليها. ونوصل في الاخر ان السائل اللي سقطت فيه الذبابه يكون صالح، مش هنقول بقى نضيف بنسبه 100% لكن صالح للشرب
وبيضيف العلماء ان المواد اللي بتفرز سواء اللايزوزايم او البكتيريوفاج او المواد الانتي بكتيريا الانتي بيوتيك اللي بتفرز من الفطر اللي موجود على جسم الذبابه بتفضل موجوده في السائل حتى بعد ما بتتشرب، يعني حتى لو فضل جزء من البكتيريا الضاره اللي افرزتها الذبابه او اللي موجوده في الذبابه فضلت موجوده في السائل بعد الشرب، فبرضو الحاجات المضادة للبكتيريا والمضادة الحيوية اللي موجودة فيها واللايزوزايم والبكتيريوفاج موجودة بحيث تقضي على الجزء المتبقي، فما بيبقاش في منها أي ضرر وما بيبقاش في منها أي مشكلة خالص. بعد ما خلصنا دي حقائق العلمية اللي تمت واللي أثبتت علميا عن طريق طبعا علماء ومواقع ومعامل أبحاث أمريكية أو أسترالية أو غير عربية وغير مسلمة بصفة عامة، بعرض بعض الأبحاث اللي عملها بعض العلماء المسلمين والعرب. أنا بعرض بس على الطريقة بتاعتها بحيث لو حد عنده قدرة أو استعداد إن هو يعمل حاجة منها أو يتحقق من الطريقة بتاعتها. هي الأبحاث دي تمت عن طريق تحضير مجموعة من السوائل مية أو عصاير أو غيره في أوساط حمضية أو قلوية مختلفة اللي هي البي اتش، وبدأ يجاب مجموعة من الذباب المنزلي اللي هو الهاوس فلاي ويسقط في الأنية ديت، فجزء منها بيسقط فيه الذباب وبعدين بيتشال من غير ما يغمس، جزء تاني بيغمس فيه الذباب، بيتم يعني غمس الذبابة بالكامل داخل الإناء اللي سقطت فيه وبعدين بيشيلوها، وبتعمل تحليل للسائل اللي سقطت فيه الذبابة من غير ما تغمس وتحليل السائل اللي سقطت فيه الذبابة بعد الغمس. اكتشفوا اكتشافات مذهلة ان بعد غمس الذبابة في الإناء كمية المواد الضارة او البكتيريا الضارة اللي موجودة في الإناء بقت قليلة جدا ونادرة، بالرغم من ان الذبابة كلها غمست في السائل، او في المقابل الأنية اللي سقطت فيها الذبابة واتشالت من غير ما تغمس بالكامل كمية المواد الضارة اللي موجودة فيها كانت عالية جدا مقارنة بالسائل الاخر. ودي طبعا ممكن نعملها، واحد يجيب كوبايتين ميه ذبابه تقع ويشيلها وذبابه تانية يغمسها وياخدها ويروح اي معمل تحاليل ويتاكد من النتائج ديت. عملوا تجربه تاني ان برضو جابوا مجموعه من زي ما احنا شايفين كده اطباق اللي هي الاجار بليد ديت وعملوا عليها مزارع من البكتيريا، وجابوا ذباب وغمسوه في الميه، يعني جابوا ميه او سائل معقم محلول ملحي معقم وغمسوا فيه كميه من الذباب، بعدين خدوا الميه بتاعت الذباب اللي اتغمس الميه اللي هي مغموس فيها الذباب ديت وحطوه على البليتس او اللي هي فيها الاجار ديت والبكتيريا، لقوا ان ليها تاثير مضاد بكتيري قوي جدا ادى الى القضاء وقتل كميه كبيره او انواع كتيره جدا من البكتيريا اللي عملوها، ودوت كان بيتناسب طرديا مع كمية الذباب المغموس في المية والفترة اللي اتغمسها، كل ما تبقى كمية الذباب أكتر وكل ما تبقى الفترة اللي اتغمس فيها الذباب في السائل أطول، كل ما تكون كمية السائل المغموسة فيها الذباب أقل، يعني كل ما يؤدي إلى زيادة تركيز المواد اللي مستخلصة من الذباب في السائل الموضوع على البكتيريا دوت بتركيزها أعلى، بيلاقوا إن تأثيرها كمضاد للبكتيريا أو كمضاد حيوي أنتيبيوتيك عالي جدا، وده بيثبت برضو ان غمس الذباب في الماء بيؤدي الى استخلاص مواد مضاده للبكتيريا ومضادات حيويه يعني انتيبيوتكس تحمي الانسان من البكتيريا والمواد الضاره اللي ممكن تكون عالقه بجناح الذبابه اللي بتسقط في الماء. وده زي ما قلنا في البدايه كان على سبيل التخيير ايضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الناس ان هم يصطادوا ذباب ويحطوه في الميه ويشربوه، لم يأمر الناس انه سقطت الذبابه في اناء احدكم ان انت مجبر ان انت تشربها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب لك حل، انت قدام منك موقف ومضطر ان انت تاخد فيه قرار، معاك سائل ما معاكش غيره وانت مضطر ان انت تشربه باي حال من الاحوال، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقدم لك الحل، بيقول لك قبل ما تشرب السائل اللي سقطت فيه الذبابه، حتى لما انت هتشيل الذبابه وترميها قبل ما تشرب السائل، بس قبل ما تشيلها وترميها اغمسها، لان دوت الامن ليك والافضل وده اللي بيحميك من البكتيريا ومن المواد الضاره اللي كانت موجوده في الذبابه اللي سقطت في الاناء بتاعك عشان تحمي نفسك من اي اثار ضاره ليها. وقبل ما نسيب موضوع الذبابه احب يعني اذكر نص يعني عثرت عليه في الكتاب المقدس برضو يخص الذبابه، هو يعني في غايه الاعجاز العلمي زي ما احنا شايفين قدامنا في سفر الجامعة الإصحاح العاشر عدد 1، بيقول إن الذباب الميت ينتن
ينتن ويخمر طيب العطار. يعني الذباب الميت بعد ما ينتن، النتانة بقى بتاعت الذباب الميت ده بيطلعوا منها الطيب والعطر يعني، وحاجة طبعا جميلة جدا ان الذباب الميت النتن بيطلع منه العطر. مش كده بس، بيقول لنا جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. طب تبقى أنت جاهل أحسن لك من أن أنت تكون حكيم وكريم. وبيقول لنا إن قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. طبعا أنا بطالب بكل اللي يؤمن بالنص دوت أن يحط إيده على صدره ويقول لنا قلبه على اليمين ولا على الشمال، عشان يعرف إذا كان حكيم ولا إذا كان جاهل. والحمد لله أن إحنا لا نؤمن بهذا الكتاب ولا بهذا النص. يقول قلب الجاهل عن يساره، معنى كده أن مفيش في الدنيا حد حكيم. بل بيقول ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه، ده اذا كان عنده فهم اصلا، ويقول لكل واحد انه جاهل. فافضل لكل جاهل انه يقعد في بيتهم وما يخرجش من بيتهم، عشان ما يزيدش جهله وينقص فهمه. وموضوع ان قلبه على اليسار وعلى اليمين ديت يعني اعجاز علمي بليغ يا جماعه، الواحد بيشوفه بصراحه. وما بنطلبش بتفسيره طبعا، لان الحمد لله التفسير واضح جدا واحنا شايفينه قدامنا. وبنذكر موضوع ثالث واخير في بحثنا اللي احنا بنتابعه، هو ملوش يعني، هو ليه علاقه باللي احنا قلناه، لكن هو طبعا لم يرد ذكره او اعتراض عليه في موقع الكنيسه. وهو حديث ولوغ الكلب في اناء احدكم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح اللي بينصح فيه انه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ده نص الحديث اللي رواه أحمد ومسلم في كتاب الطهارة. والحديث ليه أكتر من رواية وأكتر من نص. وده نص الحديث أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ودي نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن حتى يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب، أي إذا وضع فيه فمه أو لعق فيه بلسانه، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي هذه الرواية في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. يبقى يريق السائل أو يريق الشيء اللي في الإناء، ما تشربش منه. إذا الكلب ولغ أو وضع فمه أو لعق في إنائك وما فيه من سائل أو طعام، ترميه وتدلقه، ما تشربش منه أو تأكل منه، وتغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وده نص نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بألا تأكل من أثر الكلب وأن تغسل إناءك 7 مرات أولاهن بالتراب. لماذا؟ ما هي الخطورة في لعاب الكلب عشان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وجد أن في فيروس بينتقل للإنسان عن طريق الكلب. الفيروس دوت بيكون موجود في لعاب الكلب، والفيروس دوت إذا انتقل للإنسان بيقعد فترة حضانة، لا ممكن تصل ل90 يوم، 3 شهور يعني، وبعدين بيبدأ يصيب الجهاز العصبي وبيؤدي إلى في النهاية إلى الوفاة. وجود الفيروس دوت في لعاب الكلب لأنه صغير جدا طبعا ومتناهي في الصغر، حجم الفيروس يعني أصغر جدا حتى من البكتيريا، بيخليه مع وجوده في اللعاب بيلتصق بجدار الإناء وما يطلعش منه، حتى إذا غسل بالماء وإذا مررت عليه إيدك أو عملت بوسائل الغسل الطبيعية ما بيطلعش هذا الفيروس من الإناء إلا إذا دعك بالتراب. ليه؟ لأن التراب جاف وفي شيء من الصلابة طبعا، بيعمل زي الصنفرة كده، ونتيجة الجفاف اللي فيه بيخليه يمتص اللعاب أو بقايا اللعاب اللي موجودة على الإناء بما فيها من فيروس، فينتقل الفيروس أو الجسم المضاد دوت أو الضار يعني من جدار الإناء إلى التراب. فبيكون الوسيلة الأضمن والآمن للتأكد من إزالة الفيروس. كما وجد إن التراب بيحتوي على بعض المواد المطهرة للجراثيم، يعني التراب لما عملوا بعض التجارب على التراب وجدوا فيه مواد زي التترالايت والتتراكسيلين اللي ليها تأثير مضاد وقاتل للجراثيم بصفة عامة. حتى أن بعض العلماء عمل تجارب على التراب اللي موجود في المقابر ظنا أنه ممكن يلاقي فيه مواد ضارة أو بكتيريا ضارة نتيجة طبعا تحلل الأجسام، على العكس وجدوا فيه برضو مواد يعني قاتلة للجراثيم ومطهرة. حتى استخرجوا منه المضاد الحيوي اللي هو الستريبتومايسين، ده استخرج من مواد معينه او من كائنات وبكتيريا بتبقى موجوده في تراب المقابر.
وده إعجاز طبعا ما كانش حد يتوقعه ولا حد يعرفه قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، واللي أخبرنا بيها من أكتر من 1400 سنة. بكده انتهت الموضوعات اللي هنتكلم فيها في الفيديو دوت، اللي هو كان موضوع بول البعير أو شرب بول البعير، وموضوع غمس الذبابة، والموضوع اللي ختمنا بيه اللي هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن تريق المكان الكلب وتغسله 7 مرات أولاهما بالتراب. الموضوع يعني بعد في نهايته كده لما بنقعد نتأمل هنجد إن الموضوع أكبر من كونه إعجاز علمي. يعني في الحقيقة الموضوع بس يعني للأسف النصارى بيسألوا، بيقولوا إحنا عايزين إثبات على شرب بول البعير، عايزين إثبات على إن الذبابة فعلا بتحمل الدواء. يعني من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إن فيها داء؟ يعني ليه ينسى؟ ما الذبابة سقطت شالها وارميها. يعني كونه يعلم ابتداء إن الذبابة فيها داء ده إعجاز، إنه يعلم إن الذبابة فيها دواء ده إعجاز تاني، إنه يعلم أن الذبابة حتى يخرج منها الدواء الذي يقضي على الداء الذي فيها هو بأن تغمس الذبابة في السائل ده إعجاز ثالث. يعني كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في حديث بول البعير أو في حديث ولوغ الكلب في الإناء، كل حديث وكل كلمة فيها إعجاز. والإعجاز الأكبر من ده كله هو من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا أصلا؟ يعني هو نبي أتى ليدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليه تكلم إذا ولغ الكلب وإذا سقطت الذبابة وإذا وأن تشرب بول البعير؟ هل في من قبله من الأنبياء والرسل من تكلم بهذا؟ هل يوجد من قبله من الأنبياء والرسل من نصح قومه بأن ماذا يفعل إذا سقطت الذبابة أو إذا ولغ الكلب أو إذا مرض أحدهم ماذا يفعل؟ هل أمر ليس الأنبياء والرسل بل من يدعون أن إلههم تجسد وعاش بينهم، هل أمرهم هذا الإله ونصحهم وهو بينهم وقد أتى لهم بالمحبة والرحمة وما إلى غير ذلك؟ هل نصحهم ماذا يفعلون إذا سقطت الذبابة في إناء أحدهم أو إذا ولغ الكلب أو إذا مرض ماذا يفعل؟ لماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذا ليس له شأن بإثبات نبوته في هذا الوقت. يعني هو في الوقت اللي هو موجود فيه بين قومه ما كان هذا دليل على نبوة أو غير نبوة، إلا إنه معجزة أراد أن يثبت بها للعالم ومن يأتي من بعده بمئات السنوات أنه نبي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يعني كنا نعمل إيه إذا حد سأل السؤال اثبت حديث الذبابة أو اثبت حديث بول الإبل من 100 سنة ولا من 200 سنة؟ ما كانش فيه أبحاث علمية ولا شيء نقدر نثبت بيه صحة هذا الحديث، لكن هذا الحديث مدخر إلى وقت آخر. كما أن في أحاديث أكيد يوجد أحاديث وآيات أخرى يدخرها الله سبحانه وتعالى لوقت آخر، لوقت قريب قادم يثبت فيه لكل جيل بعد جيل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بهذه الأمور هذا الصدق ليس على نبوته فحسب، ولكن صدق على قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين، رحمة بهدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبإخراجهم من الظلمات إلى النور، ورحمة في الدنيا رحمة بهم حتى يدلهم على الخير وكيف يحمون أنفسهم من الأمراض، زي يقدر يعيش وزي يقدر يأكل ويشرب وينام. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي علم أمته كل شيء حتى دخول الخلاء. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إزاي تدخل الحمام، إزاي تأكل، إزاي تشرب، إزاي تنام، علمهم كل شيء، حتى إزاي تخرج من باب بيتك، إزاي تدخل باب بيتك، تعمل إيه وتقول إيه. هو ده الدين، وهو ده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي بيكفر به أعداؤه ويسبوه ويطعنوا فيه وفي سنته، ويريدون يقول لك عايزين أدلة وعايزين براهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن محمد رسول وقد أتى بهذه المعجزات فماذا يكون؟ إن لم يكن محمد بكل ما أتى به من نصح وخير للبشرية هو الرحمة المهداة، وهو كما الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة فمن يكون الرحمة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.